إلى موضوع اقتصادي الآن، حيث صرح وزير الطاقة نوردين بوترفا من ولاية تيارت أن الجزائر ستعمل من خلال الاجتماع المرتقب في 25 ماي المقبل على مواصلة قرار تمديد تجميد أسعار البترول 6 أشهر أخرى، مؤكدا استعداد الجزائر للسعي رفقة البلدان الأخرى. التغطية لديار بن داود. كانت لجنة فنية درست ويا قالت ممكن يكون تجديد 6 شهور أخرى، دونك حنشوفوا في الاجتماع المقبل في 25 مايو في فيينا خذوا قرار. هي الجزائر هي واجدة للتجميد للتمديد والقرار تجميد النفط على 6 شهور أخرى، وإنما لازم نتكلموا مع كل البلدان وإن شاء الله هذه تكون قرار في فايدة البلدان. ومعنا الخبير في اقتصادية الطاقة دكتور كمال أيت شريف. أهلا بكم دكتور كمال. دكتور كمال أيت شريف، صباحكم السعيد. إذا وزير الطاقة نوردين بوطرفة كان وقد أعلن عن نية الجزائر وخطوتها، سعيها خلال الاجتماع المرتقب في 25 مايو المقبل تمديد تجميد أسعار البترول لستة أشهر أخرى. ما توقعاتكم أنتم بخصوص هذا الاجتماع وكيف ستؤثر على أسعار البترول؟ السلام عليكم. الآن هل ممكن تجميد إنتاج البترول في الشهور القادمة؟ أنا في هذا السياق أنا شفت باللي منظمة أوباب بلدان منظمة راهم متفائلين، ولكن التفاؤل مليح. أنا قبلي أنا نقدر نقول لكم أن أسعار البترول باش يبقاو على هذا المستوى أكثر من 50 دولار يلزم في مجتمع أوباب في الشهور القادمة في أواخر الشهر القادم راح يدرسوا هل تأثير تجميد الإنتاج على أسعار البترول هل يكون في فائدة بلدان المصدرة للبترول أم لا؟ لأن ما ننساوش ما كان جبدوا الإنتاج، ديجا درنا تخفيض الإنتاج، الولايات المتحدة أنتجت أكثر من البترول والغاز الصخري لأثر على الأسعار. هل ممكن يكون راح يكون دراسة؟ أنا متفائل أن راح يكون دراسة في فائدة المنتجين وحتى المستهلكين، خاطر هنايا الاسعار من 50 دولار اكثر من 50 دولار راح يساعد المنتجين والمستهلكين، خاطر المستهلكين ثاني راح يستثمروا في اسعار من 50 دولار. الان هل تجميد الانتاج ليس تخفيض الانتاج في الاشهر القادمه راح ما يكونش عنده تاثير على السعر؟ الا هذا هو الاشكاليه المطروحه. نعم، شكرا جزيلا لكم أستاذ كمال أيت شريف الخبير في اقتصادية الطاقة على هذه المداخلة.